أحسن الله إليكم. حمد من جدة، تفضل يا حمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. فضيلة الشيخ، أخذنا عمرة سابقا مع أحد بناتي. نعم. وما كملت الطواف، الطواف ما كملت الطواف، حست أن الدورة نزلت معه وبعد كذا خرلت ولا كملت. وش اللي عليها يا شيخ؟ والآن تجوزت البنت بعد سنتين تجوزت. طيب. تزوجت وهي ما وهي محرمة، ما زال الإحرام عليها، فالعقد غير صحيح، وعليها أن تعود وتأتي بالطواف، طواف العمرة. وإذا كان حصل عليها جماع فهي عمرة فاسدة، فتحرم بعدها بعمرة جديدة، وتذبح فدية شاة في مكة وتوزعها على الفقراء، ويعاد العقد من جديد. نعم.